واحدة عليها أما أن تأخذ مسؤولياتها في تمكين الشعب الصحراوي من ممارس حقه المشروع في تقرير المصير عبر استفتاء حر عادل ونزيه وديمقراطي، وإن لم يكن ذلك فللصبر حدود، وسوف يأخذ الشعب الصحراوي مسؤولياته من أجل افتكاك حقوقه المعترف بها في اللائحة الأممية 15/14 تاع ديسمبر 60 وفي كل لوائح مجلس الأمن. ومن أجل ذلك ومن هذا المنبر نقول بأنه سيجد الشعب الصحراوي في هذا الموقف وفي هذه المسؤولية كل الشعوب المحبة للسلام وكل الضمائر الحية، ومن بينها وعلى رأسها وفي طليعتها الشعب الجزائري، لأن حق الشعب الصحراوي في المقاومة من أجل الحرية والاستقلال حق مشروع، ومن أجله سنعقد الندوة الدولية الرابعة حق الشعوب في المقاومة خلال شهر ديسمبر لهذا السنة. أخواتي إخواني، خلال الجامعة الصيفية كذلك كانت لنا ولكم الفرصة تتبعنا فيها فيلم أو شريط برز بعض المحطات النضالية لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، محطات نبيلة وفية لقيم نوفمبر 54.